Il y a raison d'en avoir, bon, nous savons plus. Allez, les brothers, à Kanirema. Oh, Kanirema. Kanirema, à ce moment-là, il y a un homme. Kanirema. Yeah.
muri abayayinde muri abayayinde amen furuma amen a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim amen bismillahir rahmanir rahim amen allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim amen innaka hamidum majid amen allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله انت الله انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله الذي منعنا بالاسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له حواجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا اللهم لك الحمد انت الصمد والعبد من فيهن اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض من فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن ولك الحمد انت من ملء السماوات والارض من فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك الحق ولقلك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم لك أشكرت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاجمت فاغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت على به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك آمين. يا أيدي كبست اللهم لك الحمد وبك آمنت اللهم لك الحمد وبك توكلت وبك آمنت وبك توكلت وبك خاصمت وبك آمنت وبك هاجمت فاغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أمانية وسر وحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تعمل وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي تكون وخيرا مما أكون اللهم لك الحمد الجميل المحمد كلها اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والصدور والفرقان آمين. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القدر أبلغه ولك العلم أعظمه ولك السلطان أقوامه ولك الجلال أعظمه الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا واجب غيره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد لك الحمد كما ينبغي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على ما خطه القدم وأحصاه الكتاب ووسطه الرمى اللهم لك الحمد على ما آتيت وما منعت وما قبضت وما بسطت اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قليل أو كثير أو خاصة أو عامة أو سر أو عارية اللهم لك الحمد في السراء في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء والنقراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على إلك بعد إلك ولك الحمد على أبك بعد أبك ولك الحمد على كل حال الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله الذي لا يزال مذكرا والحمد لله الذي لا يقبل من دعاه ولا يحتار
والحلال ما أهلا
جعلت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأرض ما قضيت والخلق خلقك والأرض عبدك وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنورك الكريم الذي أشرق له السماوات والأرض وبذكرك العظيم وبذكرك العظيم أن تجعلنا في هذه الساعة وترضى عنا رضاك صدقه أبدا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة وترضى عنا رضا الله سقط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة وترضى عنا رضا الله سقط بعده أبدا. اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفعنا أيدينا إليه أن يردهما صفرا خائبتين اللهم إنا دعوناك دعاء من يرجوك دعاء من يرجوك ويا خشاك ونبتهل إليك إبتهال من لم يخطب بغير سواك ورامتك تسأل من أتاك منا ومن عصاك فإما مسلم قبلت وإما مسلم رأيت. اللهم ربنا ما عصيناك جال بعقوبتك ولا تعرضا لعذابك ولا تكن برنا سترك علينا واطمئن عفوك وبرك يا إلهنا مولانا اخلصنا وجاءنا ارحم عبادا قرمت لهم هالك واسمع عن كثرة ذلك قل الله بإذك وجلالك ومجدوا أكفهم لطلب جوالك يا خير من سئل ويا خير من أعطى يا قريبا ممن دعا ويا هليما أبا من أصاب. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم بأنك أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الله الواحد أمين على العلا فوق العلا رب السماوات وعزه في ملك لا شريك لك ولا ولد آمين. ونسألك اللهم بأنك أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم فاتر السماوات والأرض آمين أعطي والشهادة أنت تكون بين عبادك في مكان يختلفون إيه من المختلف فيه من الحق بيكم إنك تالي من تشاء صراط المستقيم إلهي تم نورك فهديت ولك الحمد أما يدك فقبضت ولك الحمد بسطت يدك فأعطيت ولك الحمد وجهك أكرم الوجود وجهك أعظم الجاه وحفيدتك أفضل العطايا وأعلاها وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتكفر الذنب وتشفى الاضطر ولا يجد بآلائك آل ولا يملك مداك قول كائن. إلهي يا حسن التجاهل يا من أذر الجليل والستر القبيل يا من لا يأخذ الجميلة ولا يهتك الصبر يا واسع المغفرة يا غفور يا بين الرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مرتجع ربنا يا رب الذي صبرت في طلب ذنوبنا وكشفت رحمته غمومنا
المصطفى أنجمنا بعد جاننا وأحسن إلينا بعد إساءتنا يا خير من قدم ورحم من رحم وعفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على عبدك رسولك سيدنا محمد صلاة يكون من بركة صلاة الآن ومن نفسها بحسن المآل وأن رفاتها في معارج التقى والكمال. اللهم صل بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها كروبنا واقض بها ديوننا واصل بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وانصر بها حجتنا واغسل بها هوبتنا واجعلها نورا لنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم ارزقنا شفاعة يوم الحساب واسقنا من هذه والأهل والآباء وأذلنا ووالدينا والمؤمنين في ذلك يوم الحساب وأكرمنا بمرافقته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا إقاب. اللهم إن نسألك لأني اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار وقد أخذيتك وما للظالمين من أنصار. ربنا إن نصرنينا منادي أن ينادي أنا أهل بربك فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ويوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن أساءت مستقرا مقاما. آمين. ربنا اغفر لنا أزواجنا آمين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. آمين. ربنا وسيط كل شر ما تغيرنا. آمين. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقنا عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم من جنات عدن التي وعدتها ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علينا منه ولم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجل وآجل ما علينا منه ولم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذني منه ومن عافاك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قضاء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قضاء وأسألك تجل كل قضاء قضيت وبخير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ذا الحق الشديد والأمر الرشيد أسألك الأب يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود أركي السجود الموفين بالعهود إنك رهيب ودود وأنت تفر ما تريد. اللهم أعطنا فيمن أعطيت وأعطنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل ما هو عليك ولا يعز من عليك ولا رحمك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا في تقواك وزكها أنت خير من ذكاك أنت ولي أولها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ترك معاصيك وجنبنا بالعافية وأعطنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تكفر فلا تكلني إلى نفسي طرفا وأصل لي في شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك ورحمتك وفضلك وكرمك وجودك وإحسانك وقنا كأننا إلا رحمتنا إلا رحمتنا إلا رحمتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
استووا تراصوا على جسد أكاكو أكاكو تقول أكاكو الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر اللهم الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين دارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر اللهم حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الفرد لا ند له، وهو الذي خلق كل شيء، هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وليس هناك مخلوق ينازعه في مشيئته، إنه على ما يشاء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالحق وجاء بالهدى، ومن اهتدى بهديه نجا، ومن عدل عن هديه فقد هلك. أجعل الله وعافانا جميعا من الهلاك. إخوتي الأعزاء، إنما نعانيه اليوم إن دل على شيء وإنما يدل على قرب الساعة، إن دل على شيء وإنما يدل على قرب يوم القيامة، وإن دل على شيء وإنما يدل على أن الذنوب والآثام والمعاصي كثرت وعمت، فالله سبحانه وتعالى قد يهرب العبد رزقا كتبه له بذنب الآخر. يوم يرى الإسلام رونا كما أنسي يومي أنا صلاتي أدري أن تنوي أني فاسد، أني فاسد، أفا أفسد كي إني أهديك. أمي أباي، أمي يا يا، إني لا أملي كتاب أبا أبان، دوري يا، أبوي يا أمي. أجمع الله. علينا جميعا ان نتسمح وان نعيد العده ليوم ياتي على كل انسان لا مقر له منه، وان يكون كليا كما قصره بعض العلماء يوم موعود ويوم معهود ويوم مشهود ويوم موعود ويوم مردود. أما اليوم الموعود فهو أمس الذي قد مضى، وكلمة أمس كلمة إذا نقلت كانت معرفة، وإذا عرفت كانت نكرة، تجيء نكرة التاريخ وتجيء
وتجيء بالتنكير معرفة. تجيء بالتعريف نكرة وتجيء بالتنكير معرفة. هو أمسنا أبلغت مدى ولن يعود أبدا إلى يوم القيامة. وأما اليوم المعهود وهو يومنا الذي نصادره، ما من يوم ينشق فجره إلا وجماله. يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملية صغيرة، اغتنم مني فإني لن أعود أبدا إلى يوم القيامة. وأما اليوم المشهود وهو يوم الجمعة، وأما اليوم الموعود، لماذا يكون يوم الجمعة يوما مشهودا؟ لأنه يوم يشهد الملائكة، يجيء الملائكة يحضرون الجمعات، وفي هذا اليوم كما أتى الحديث الصحيح عليه تقوم الساعة أي يوم الجمعة. حتى قيل ما من طريق يتم بجماهير إلا والمال كل يوم جمعة. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، خشية أن تقوم الساعة في هذا اليوم الكريم. وأما اليوم الموعود وهو اليوم الذي يلقى كل عبد ربه بفراق الدنيا وبدخوله القبر، وأما اليوم الممدود فهو يوم القيامة. وإما في النار أبدا، والعياذ بالله من النار.
Amen. 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 On a pris des jours. Et puis il y a des gens qui ont dit, Corona, Cali.
omuli obalaye amen akoko yaka korona no akoko aye ruru hunalo abile na aru hunalo duwe mure mure ya bayi ni amare ti boyi ni akoko ma ruru hunalo wa ko ba na ho ya lo ni ama wa seri ya te ni ni muri obalaye amen abebe umuntu uri kuri iyo sozo ndabavura etere ndetse ntara ndabona etere abebe wahanana yuwa kariya ndetse amenya amabarika rusho na teberi isana me riri azikira awuna ini tuno muri akare kare fasana abe mutufa ijya ni mayame me omuri ko mutubu hanywa okutufa and now so we need it here give me the new one I feel it give me the new one what is it to me or I'm not getting it I'm not getting it what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck why I think I'm not I'm not too far what the hell I'm not going to have nobody to you I'm not listening to her listen to her والقمل أفكا لأغيانا أبني 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 إكاد كاري أبني كوفيد أبني هي بيكي كاري أبني سكري سو كاري أبني كاري ما أبني أبني إكاد ما هو مو مريد أبني ونو مريد سكري أبني والدفادة أتلوه إلي هيدو 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 ele já é pouco e já na água o bumbu o bumbu na boca do bumbu a minha ele vive muito feio bumbu what them o nome da nossa senhora Iwa Anya ele é nele é o lugar da Anya a pedido da Anya oh omuri oki ayatin kufasalat abanda wasile kai ele ka hoga sonko yela bosa hoga de mamuri de duwa kai eva meloye asa maze de mamuri de duwa kai ka ba kula mamne ije ile wo ba de mamuri de sorgo ije ala na me ayi de duwa de ba de mamuri de mamuri de wa sosale ele não dá, não me deixa por. Ele já era da minha, aí ele não, daí ele não vai mais me dar. Não me deixa saber. Daí ele não dá, não me deixa por. Aí ele não, daí ele não vai mais me dar. Não me deixa saber. Não me deixa, ele não vai, não me deixa por. Aí ele por, 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 aí ele Je mai ko nomori in ta kama ni ko nomori ki la lewa ko nomori ho ponun Allah do nomori do ni ho ponun fa da to na fajmai ko nomori do ni buu do ni tuare ya ti ni do buu a ta ma ha ma ka ni o ma ra wa sa ya amen li annana idha sabarna ma nu'amihi al-yawm fa huwa bi nasbu bi munasabati ما حدث لقوم فرعون ابوك يا كان يسر دي من اعتبار دي لو مين انا ابا اللي سام ما انا هقول يا او جوني اللي سنه مريكا انا مريكا فرعون انا فرعون اجا لي مهي من انا هنا انا لما يجي بوي بوي لو مري دو بوي الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول لك يا إلا مما وصلنا من معارف القلوب والآثار أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بطاعة. إن في غيري أركع إن تكملي فيها هكذا يدين en ka sono ore mo kana kode aka ni oyi tumba oyi poyi poyi mele aka ta aka ye kaka astaghfirullah aka kaka astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi allah akbar allah الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا مليئا هنيئا مليئا هنيئا غدقا مجللا صحا عاما طلقا دائما اللهم على الآكام والذراب ومنابت الشجر وبطون الأوديع. اللهم إنا نستكفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الدرع. اللهم أمرتنا فقصرت أمرتنا فقصرنا ونهيتنا
غفرت فقد ظلمت وإن عاقبت فما ظلمت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت أمرتنا فقصرنا ومهلكنا فعسينا فإن غفرت فقد مننت فإن غفرت فقد مننت وإن عاقبت فما ظلمت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت أمرتنا فقصرنا ونهيتنا فعصينا فإن غفرت فقد مننت وإن عاقبت فما ظلمت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله اللهم أنت الله أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث وجعلنا أنزلت لنا قوة وبلاغا إلهي اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنقذ من الجوع وأشعر من الدمع يا أرحم الراحمين اللهم أنقذ من الدمع وأشعر من الدمع يا أرحم الراحمين اللهم أنقذ من الجوع وأشعر من الدمع يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا من بركات الصلاة اللهم اسقنا من بركات الصلاة وأنقذنا من بركات الأرض اللهم اسقنا من بركات الصلاة يا قدوس أجبنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى دين إنك لك قدر قدير وفي جبل جليل اللهم اسقنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غلقا مجليا عسقا صحا عاما طلقا داريا اللهم علم اثار الفراق ومناسك الشجر وعظم كل اوديه اللهم انا نستشفيك انك تكون المختار فعجل السماء علينا بالعراق اللهم اسقنا ولا تشأت من المخالفين اللهم لا تقل الزرع ولا تقل الدمع واسقنا من بركه الصلاه وعن السماء من بركه الارض اللهم اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والطارئ واكشف عنا ما لا يكشفه واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه خيرك يا ارحم الراحمين انك لما تساقين وابني جبل كبير نعم المولى نعم النصير امين 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 اخوة الاكاد هذا تامر وهذا جد وقحط في زمن نبي الله الكريم موسى عليه الصلاة والسلام فخرج لقومه لصلاة الاستسقاء فعرف الله تبارك وتعالى إليه يا موسى إن فيكم رجلا عاصيا ولم أنزل عليكم الغيث ما دام فيه فقال نبي الله موسى لقومه من كان منكم عاصيا فليخرج عنا حتى ينزل الله الغيث كبر هذا ولم يخرج احد ثم انزل الله الغيث فقال نبي الله موسى يا رب انت كنت إن فينا رجلا آسيا ولم تنزل الغيث ما دام فيها ولم يخرج منا أحد لم يخرج عنا أحد ولا منا أحد ولكنك أنزلت الغيث فما معنى هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى إن ذلك الأب لما قلت من كان آسيا فليخرج تاب توبة نصوحا بيني وبينك فلذلك انزلت الغيب قال نبي الله موسى يا رب اعطني اياه فقال له ربه جل وعلا انا لم اخبره انما كان عاصيا افلم اخبره بعد ما فات الله اكبر يا رب انما النبي موسى عليه الصلاه والسلام اهلي من اليوم اليوم نبي موسى بقى معنا وانا نريد ان اغني يا اخي دو مريت تيجا يجو ينادي وما
Don't believe to your say one more time. Amen. Allah, 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 Allah,
إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيبة وكأن أنزلت لنا قوة وبلاغا إلهي. اللهم اسقنا غيبا مفيدا، غيبا مفيدا، هنيئا مريئا، غضبا مجليا، فهما عاما، غضبا دائما. اللهم على الآشام والزرار ومنازل الشجر وطرور الأوديه، اللهم إنا نستشفى إنك كنت غفارا، فأنزل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيظ ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت من الزرع وأقر من الدرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجاد والجوع والمرض، اللهم اكف عنا من البلاء ما لا يشفه غيره. اللهم اسقنا زيتا مضيئا، طيبا مضيئا، هنيئا سريئا، نافعا غير ضار، عافيا غير آجل. اللهم اسقها، اللهم اسق بلدك وطهاريتك وارجو رحمتك واهل بلدك المجد. اللهم اسقها بلدك وطهاريتك وارجو رحمتك واهل بلدك المجد. اللهم اسق بلدك وطهاريتك وارجو رحمتك واهل بلدك المجد برحمتك يا رب العالمين. إنك لما تشرف الرحيم وبالإجابة السبيل، نعم المرء من المصير. اللهم عافنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم عافنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم عافنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. برحمتك يا ارحم الراحمين، انك لما تشاء قدير. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، فانزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغة يا رب. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، فانزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغة يا رب. برحمتك يا رب العالمين، انك لما تشاء قدير وبالإجابة الجديد، نعم المولى من النصير. يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم يا رب رحمتك واسعة، يا مبتلى أنت بالسرائر والضمآن والهوامات، لا يأثر عنك شيء. أسألك فائدة من فيدان فرد وقبضة من نور سلطانك ووصل وفرد من باركتك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر بها علمنا وخذ بنا سؤال خير، فإنك واسع الكرم كثير الجوار، حصد الشيم طيباتك واقف الله، وبدونك الواسع المعروف كثير. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم يا رب الصلاة، يا مطلع على الصلاة والطمع والهوات والقوات، لا يعدو عنك شيء. أصلت فريدة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وقوصا وفرجا من بركتك، أنت بيدك الأمر كله ومقادير كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وقضوا لي أنصار الغيب، فريدة واسع الكرم كثير الجود، حصل الشيم فلذلك واسع الفروج، وبذلك واسع المعروف مبتدئنا يا كريم يا رحيم. برحمتك يا رب العالمين، وكل مستكبر وتقوم منه كان كفارا،
يسر السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكل مستشفي ربكم إنه كان غفارا يسر السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكل مستشفي ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجزيكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمين 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين آمين 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 إبرك لك جاء أناس الواحد تلو الآخر إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فقال الأول يا إمام أجدد العرض وقال له الإمام استغفر الله وجاء الآخر وتلميذه جالس فقال يا إمام أنا ولي فضل الله لي فقال له الإمام استغفر الله وجاء الآخر فقال يا إمام أنا فقير وقلت أيها الفقير أمالك أنا فقير وقلت الله وقال له الإمام استغفر الله فتأجج منه الجالس بعد أن بعد هؤلاء فسألوه يا إمامنا أكل جاءوا بأمور مختلطة بمشاكل متنوعة وأنت يعني ذكرت لهم دواء واحدة فقال الإمام ألم تسمعوا إلى ما قال تبارك وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه آمين أي أسف وأنا إذا أنت وأنا أسف هذا نجيبك ده يا أبي كم كانوا أنا بابا ده أكوي ما أريد أبا أبا وانا أم أبا أنا إمام أبو حنيفة أكا أمسك باري أستغفر الله
Amen.
وحول المكر من اهل
Thank you.
Hassan. America.